مددت يدك إلى بيت مال المسلمين يا هذا؟ لا يجدر بك أن تفعل هذا أيها الشيخ، ولا يجدر بي أن أرى منكرا فلا أغيره بلساني إن قصرت يدي أيها الهاشمي، إن كنت هاشميا حقا. أنا هاشمي أما وأبا، ولولا أني أجل فيك ما يجله الناس لسحبتك الآن إلى الأمير. إذا كنت لا تخاف أن تجرك الزبانية إلى النار فأنا لا أخاف أن تجرني إلى أميرك هذا. ما لك يا أبا الوليد ومالي؟ وما شأني أنا ببيت مال المسلمين؟ إنه أمانة في عنق كل مسؤول عنه، فكيف وأنتم تنفقون متاع الترف من بيت مال المسلمين من أمانة الله في أعناقكم؟ لا شأن لي بما ينفق الأمير، أنا مأمور، لا حول لي ولا قوة، والأمير ينفق من ماله الخاص. ومن أين جاءه هذا المال أيها الهاشمي؟ اتق يوما لا يدفع عنك عذرك، ولا يسأل الأمير عن ذنبك وتسأل عن ذنبه لأنك أعنته عليه. اللهم إني قد بلغت ولم أركن إلى أضعف الإيمان. لا تخف، هذا أنا شمس بن زادة، أريد أن ألقاك لنتحدث طويلا. هل أنت مطلوب لأحد؟ دع الحديث واذهب إلى بيت النار أو ما تبقى من بيت النار. في ذاك الدرب زقاق مهجور، هناك أنتظرك. أهلا بك في البصرة يا حماد، هذا فراقنا وشغلت عنا بنعيم آل العباس. أنا لا أحب أن أطيل المقام في البصرة ولا أزورها إلا مضطرا كما تدري، فلا تلمني يا ابن زادة. لا عتب ولا منام، دعنا ننظر في أمرنا ونصلح من شأننا. يبدو أنك في أسوأ حال. كأنك لم تسمع بما فعله سليمان بن علي بنا. ألا ترى ما فعله صحبه ببيت النار المقدسة؟ هشام هذا خطر علينا يا حماد. اسمع مني وبلغ صاحبك حتى يستطيع التخلص منه، أوغروا قلب الأمير علي، دعوه يبعده إلى الري ملتحقا بأميره سليمان بن علي، وإلا أوغروا عليكم قلب محمد بن أبي العباس ونكر بكم وأذاقكم ما أذاقنا من تقتيل وتشريد. مستقبل أيامنا بوجود هذا العباسي، كفانا ما لقينا من هوان على يد غيره. إنه أميرنا الذي نريد. شعر وغناء رهاب وغنج برد الفؤاد، شباك لن ينجو منها هذا الغر الساذج. إذا أبعدنا بقية صحبي سليمان بن علي، وأولهم هشام. وماذا تريدني أن أفعل أكثر؟ اهمس بأذن الأمير أن هشاما هذا
يأمر ويمنع ويفعل دون الرجوع إلى الأمير. ولتقل برد الفؤاد ما تقوله أنت. دس عليه ورقة أو رسالة فيها ما يشعر بتصرف خطر يريد القيام به. حماد، أنا لا أستطيع البقاء معكم بوجود هذا الهاشمي. إنه يطلبني وقد أهدر دمي، وربما استطاع أن يفعل بك أو بغيرك ما فعل بنا يا حماد. حماد، ليكن فعلك أكثر من تفكيرك يا حماد. بنت كسرى تيمتني، بنت كسرى ذات سبع ثم عشرة، ذات سبع ثم عشرة، تركت في الرأس سكرا، تركت في الرأس سكرا، أوقدت في القلب جمرا، أوقدت في القلب جمرا، يا لدمعي سال نظرا، يا لدمعي سال نظرا، تيمتني بنت كسرى، تيمتني بنت كسرى. تقي يوما لا يدفع عنك عذرك، ولا يسأل الأمير عن ذنبك، وتسأل عن ذنبه لأنك أعنته عليه. باب الكرم لا يحرسها اللئام يا هذا، سيغضب الأمير من فعلك. ما بال هذا الأعمى يقتحم علينا المجلس؟ شؤون الناس ننظرها في النهار يا هذا. وأنا أريدك في مجلس الليل هذا يا مولاي، فأنا لا أمدح إلا من أخذته أريحية وهزدة طرب. هذا سيد شعراء البصرة بشار بن برد. أنت إذن بشار بن برد؟ تسمع بالمعيدي؟ ويسرك أن تراه وتسمع منه يا مولاي. هذه ذراع لدنة غذاها النعيم والطرف المقيم. لا يغرنك لين الملمس، فإن صاحبتها سوداء. أتظن السواد يشين الجواري يا حماد؟ رأيت من مدح السواد يا ابن بورت؟ أسمعت من تغزل بجارية سوداء؟ اسمع مني إذن، إذا أذن الأمير فأقول. قل يا ابن بورت، قل، أريد أن أسمع ما قلت. هل سترتجل الشعر يا ابن بورد؟ وتدعي الشعر؟
تسمي نفسك شاعرا يا حماد عجرد؟ كيف يكون شاعر شاعرا إذا لم يكن حاضر البديهة؟ أريد أن أسمع. وغادة سوداء براقة كالماء في طيب وفي لين. الله الله الله. كأنها صيغت لمن نالها من عنبر بالمسك معجون. أحسنت يا ابن برد أحسنت. وهذه الجارية ليست سوداء. ماذا؟ وكيف عرفت ذلك؟ من أخبرك يا ابن برد؟ يد لا تخطئ النظر باللمس، وخاطر لا يخذله حس. هذه يد، هذه يد كريم تعود العطاء على الثناء. كيف لو كنت بصيرا يا ابن برد؟ يا من يعلم السر وأخفى، يا من أنت أقرب إلي من حبل الوريد، إني على سفر وزادي قليل وهمي كثير وذنبي كبير، دنا الأجل وبعد الأمل واقترب الموعد، ولا أدري هل ستكفيني أيامي القادمة استغفارا، أو أني سألقاك ولم أنفض من ذنوبي إلا كما ينفض العصفور من تراب جناحي. هذا وقت استغفار يا من أرقتك ذنوبك، هذا موقف توبة إن كنت تريد التوبة، فيذهب عنك أرق الذنب بصدق النية والعمل. أعني يا سيدي. إنما يعين العبد نفسه. أنا بلا أمريني وأميرين، هذا يدعوني لأبقى وذاك يدعوني لأرحل إليه. هل لك ثالث يسبق الاثنين يا هذا؟ هل حسبت حساب الأول؟ لو أنك قدمت مخافته لوجدت في قلبك شجاعة على أمر من هو دونه، لو أنك استجبت إلى دعوته لما ألقيت السمع لمن دعاك دونه يا عبد الله. كيف أنجو إن عصيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. صدق الله العظيم. هذا وعد الله للظالمين، وأرجو ألا تكون مثلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم. هذا أمر الله إليك. أنت الآن بين آمرين وملك واحد، صاحب الملك الأعظم الذي تذهب الملوك إليه والممالك، وهو الوارث الباقي. أنا يا سيدي، أنا أعمر حرس في ملك أهلي من آل العباس، وعن ذلك آخذ أجري وجرايتي. لا يؤاخذك الله في حلال طيب من عمل صالح فيه صلاحك وصلاح المسلمين. يا ولدي، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تذكر هذا واعمل به تنجو، واعلم أن الله من عليك بوظيفتك ومكانتك هذه. أنت تملك شيئا من أمر هذا الأمير، وتستطيع أن تعين مظلوما وتدفع الأذى عن مسلم لا يجد من يدفع عنه الحيف والغبن. الفجر قادم، توضأ وصلي معي الفجر وأكثر الاستغفار. أستغفر الله. أستغفر الله. يا هشام، أنت يا رئيس الحرس؟ لقد انسل خفية إلى حيث لا ندري يا مولاي. كأنك تريد أن تثير في نفسي الريبة يا حماد. فعل هشام هذا يدعو إلى الريبة يا مولاي. أنا كنت أرقبه وهو يشير لبعض الحرس ويمنع بعض من تأمره أن يبقى في الباب، ثم فجأة لمحت من يشير إشارة جعلت هشاما هذا يترك المجلس وينسل خفية من أول الليل. متى كان هذا؟ في أول الليل، وهذا الفجر ينير الكون وهو غائب. أيها الحرس، أين أنتم؟ أين هشام؟ أين رئيسكم؟ كما قلت لك يا مولاي، لا أحد يدري أين ذهب خفية من أول الليل. تكرمين وأرحم، وحزني عليك مقيم لا يرحل. ستكونين معي في كل منزل يا حبة القلب. سأعود، لابد أن أعود، لأنك هنا وكل ما كان وما أحبه هنا. ودع هنيدة، إن الركب مرتحل. وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ لقد مازحتك فلا تجب المزاح بنياح. هيا أسرع، فقد تحركت الجمال واستعدت الرجال. يا
وداعا يا بادية أهلي، وداعا يا حي يا بادية أسد. من أخذ من هؤلاء ما تبقى عليهم من خراج بعد رحيل الأمير سليمان بن علي؟ عمل الأمير وكاتبه لم يبقيا دينا أو خراجا على أحد. لم أجد اسم هذا في سجل من أخذ بقية ما عليه من دين. هذا أمر لا يحتاج إلى غضبكم ولا يدعو إلى إزعاجكم. 70 دينارا ذهبا ضاعت في غفلة يا هشام. لو أنك كتبت الأمير سليمان وسألته وانتظرت جوابه لعرفت أن الدنانير ذهبت إلى حيث يعلم الأمير. الأمير سليمان وضع كل الخراج في بيت المال وختم قفله، وهذا يعني أنه لم يترك دينا أو مالا على أحد. التحقق ينفي الريب والظنون يا مولاي، ولا أحسن من كتاب تنتظر جوابه حول كل مسألة يا مولاي. حولوا الماء عن بستاني يا مولاي بطلب رئيس الحرس. وما شأنك أنت وأمور السقاية والزروع يا هشام؟ لقد ترك الأمير سليمان الأمر لي بعد رحيله، وجاءني من يشكو تجاوز هذا على بستانه وسواقيه، فذهبت معه ورأيت الساقية تمر في بستانه، ثم جاء هذا وأهله وضربوا الفلاح والحارس وحولوا مجرى الماء إلى أرضهم غصبا. أما كان الأجدر بك أن تنتظر قدومي حتى أرى بنفسي وأحكم يا هشام؟ ولكن الأمير سليمان. ذهب سليمان إلى الري، وأنا صاحب الإمارة في البصرة يا هذا. قد أوكل الأمير إليك سجل أعطيات الحرس، فلا تمنح أحدا إلا بأمره. هنا وضعت ختمي واسمي على آخر ما أعطيت بأمر سليمان بن علي، وأنت من سيكون بعدي في العطاء، فانظر وتحقق ولا تراجعني بعد يومنا هذا. ما هذا؟ كيف تدخل مجلس الأمير بلا إذن؟ وأين هو الأمير حتى أستأذنه؟ حاجبه وحرسه في الباب، وعليك أن تجعل الحاجب يأتيك بالإذن. لقد عودنا الأمير أن نكون وخاصته كأهل بيته، فندخل بلا إذن. الأمير لا يعود الناس سوء الأدب يا هذا. أنت ترى في تسامح الأمير مع خاصته سوء أدب إذن يا رئيس الحرس. أنت سيء أدب وجريء على أصحاب الأمر، سأجعل الأمير ينظر في أمرك. من هذا الذي يرفع صوته صايحة؟ لقد اضطرني سوء أدب هذا الشاعر أنا أرفع صوتي يا مولاي. إنه يرى قربنا منك سوء أدب عودتنا عليه يا مولاي. إن تدخل بلا إذن وأهل الوظائف في شغل سوء أدب. لا ترفع صوتك بحضوري يا هذا. لقد اهتبل الفرصة ليعرض بكم، سأنصرف كي لا تكون لرئيس الحرس حجة في إبداء سخطه عليكم، ولا أدري من سيأذن لي بالدخول إذا عدت لمجلسكم. الأمر والإذن مني.
تستهن بهذه الجفوة التي صارت بين الأمير وهشام يا ابن زادة، فإن مستعظم النار من مستصغر الشرف. أخشى أن يصلح هشام هذا ما بينه وبين الأمير بعمل يرضاه الأمير. لا تنسى يا حماد أن هشاما هذا منهم عباسي من آل هاشم، وهم في حرص على أبناء عمومتهم. حرص الأمير على نفسه ولهوه أشد من حرصه حتى على أهل بيته. أنا أدرى به منك. أريد أن أعجل في أمر هلاك هشام هذا يا حماد. أنا في قيد ما دام هو في مكانه ومكانته. أنت تلعب بحريتك، تقضي نهارك أينما تريد، أما أنا ليس لي غير بستان الدهقان أخفي نفسي فيه مثل القناة الخارجة. وماذا تريدني أن أفعل أكثر؟ أنت لا تصلح إلا للمنادمة والشعر يا حماد. إذن عليك أن تتدبر الأمر بنفسك. هل هناك أهوازي أو خراساني مقرب من الأمير وخاصته؟ سائش الدواب، الأمير يثق بمعرفته وحسن رعايته للحمير. لا ينفعنا سائس حمير، أريد عريف جند أو حرسيا في دار الإمارة. سأرى من نثق به وأدعوه إليك لتحادث. أريد أن أنصرف، أنا لا أحب هذه الخريبة. أنت وابن برد سواء، تمدون أيديكم إلى أي إناء فيه لقمة حلوة دسمة، همكم ما يهمكم، منا ولستم منا. ضعوا مشعلا هنا وهناك آخر. أين الأساس؟ أعطينا الرمح، لصوص يزدهمون المكان. أشر سيفك واذهب خلف الشجرة لنبادر للصحية. Thank you.
كيف هي البصرة يا أبتي؟ ستراها بعد غد يا ولدي، فلا تتعجل. بعد غد؟ من سيأتينا بالخبر؟ العيان والمشاهدة، لأننا سنصلها بعد غد إن شاء الله. كم يريني المنام مسجدها وحلقات الدرس، وكم رأيت معلمي أبا الوليد وهو يدعوني لأجلس إليه، وهو يحمل بيده أوراقا ويقول لي: احملها عني فقد أثقلتني. أرجو أن يصدق منامك يا ولدي، وتحمل عن أبي الوليد العلم وتجلس مجلسه. إنها أمانة ثقيلة يا أبتي، ولا أظنني أهلا لها. لو تدري ما قاله سفيان بن عيينة بحقك، وهو يوجعني ويوصيني أن أرعاك وأن أبالغ في الحفاظ عليك، لأنه يرى فيك من العلم ما لم يره في أحد من أقرانك في هذا الزمان. أي علم يا أبتي؟ فأنا لست إلا من حفظة الشعر والخبر، ومعي أوراق وكراريس. معك ما ليس مع غيرك يا ولدي، فأنت تحفظ آلاف الأراجيز ومئات القصائد والأمثال والأخبار، ولم يحفظ أحد ما حفظت وجمعت في صندوقك. والحمد لله الذي أراك الكثير قليلا حتى تمضي في حفظك وجمعك. ليس كثيرا ما حفظت وجمعت، الأدب يتوالد ويتجدد، ولا يأتي يوم إلا ويصبحنا بشعر وخبر لم نسمع به من قبل، وهذا ما يقلقني أحيانا، أخشى أن يفوتني الكثير. بلا إذن أيها البليد، أين رئيس الحرس؟ أين هشام؟ من فعل هذا؟ أين كنتم حين قتل يا عوباش؟ أريد أن أسمع جواباً. جاء بي حصانه يا مولاي. عدمه وانتهى أمره، أو لنقل لم ينتهي أمره بعد. نعم، الأمير ثائر يرتعد غضبا وسينال غضب أعداءنا يا حماد، أعداءنا. نعم، معاذ العباسي سيجعل أعداءنا في مرمى سيف الأمير ورمحه. من هم؟ وكيف خمنت ذلك؟ أريدك أن تتأكد من أمر واحد فقط،
ودع الباقي لدهائي وحيلتي. أي أمر يا ابن زادة؟ ماذا تريد؟ في حاشية الأمير وحرسه ما يعرفني ويعلم أمري. لا أدري. يجب أن تدري. عليك أن ترى من بقي من حرس الأمير السابق سليمان في دار الإمارة، ومن بقي في دار الوظائف. الأمير محمد صرف بعض أصحاب الوظائف وجاء بأبناء أخواله، أما الحرس فسأسأل عنهم. لا تتوانى عن ذلك يا حماد، اذهب وتحر عن الحرس. لا 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 يا ابن زادة، السؤال يثير الشكوك في ليلة كهذه. ما بالك يا حماد ترتجف خوفا؟ أنا شاعر ونديم يا هذا، ليس لي شأن بالقتل والطعن. وستبقى شاعرا ونديما. قل لي، ما الذي تنوي فعله؟ ولما يهمك أمر الحرس؟ لا أريد أن أدخل على الأمير، وهناك من يعرفني ويثير أمرا ينهي ما نويت عمله وقوله. أتنوي الدخول على الأمير؟ نعم يا حماد، غدا سأكون في مجلس الأمير. ذاك سهيل نجونا، إنه فوق حي بني أسد، يرنو إلى تربة هند وهي في رقدتها الأبدية. أفي كل يوم نظرة ثم عبرة، لعينيك يجري ماؤها يتحدر. متى يستريح القلب إما مجاور حزين، وإما نازع يتذكر. البصرة قريبة يا ذؤيب، وسترى سهيلا على حي باهلة إن شاء الله. ليس كسهيل حي بني أسد. ليس في السماء غير سهيل واحد، كل يراه على هواه، ولا أظني سأراه فوق حيكم كما كنت أراه فوق بيت أهلي. من يدري، ربما لن تراه إلا نجما يضيع وسط هذه النجوم، فلا يحرك فيك الشوق والحنين. كأنك أخرجتني من دياري لتقطع ما بيني وبينها يا عبد الملك. القاطع مقطوع الرحمة، قاسي القلب، ناكر للود والجميل، وحاشاك أن تكونه يا فتى بني أسد. لله درك من بليغ يشفي بلسانه مواجع القلب، ولله درك من رفيق لا تمل رفقته. كل رفيق يفارق رفيقه، تذكر ذلك يا عبد الملك كي لا تصاب كما أصبت وفجعت. لا أرى غير حيرة في الوجوه، ولا أسمع غير كلمات تزيد الأمر إبهاما وتزيدني غضبا وحزنا. انصرفوا، اكتب للأمير سليمان بن علي، وانظر فيما ترك هشام رحمه الله من مال لنرسله إلى أهله، ونعتذر لهم عن ديته لجهلنا بقاتله. امضي وافعل ما أمرتك، لا أريد كلاما. لقد أحزننا ما أحزنك يا مولاي. أو تدري ما الذي أحزنني يا حماد؟ الرحم والقربة، القدر.
تلك اليد التي تمتد في الظلام لتنال من آل العباس يد غادرة، ولا أظنها ستجعل هذه الفعلة آخر غدرها. من يدري يا مولاي، ربما كانت لهشام رحمه الله عداوة، أو عليه دم، أو ماذا يا حماد؟ أو ماذا؟ لا يا حماد، ليس بالشك والظنون تدفع هذا الشر الكامن في البصرة. نعم، هناك شر كامن في البصرة، لا أدري أين ولا كيف أصل إليه. صاحب الرسالة في الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأمير، أنا عبدكم شمس الدين بن زين الدين، أريد المثول بين أيديكم المباركة، وقد منعني الحرس وردني الحاجب. لا أدري من أين جاءوا بهذه الأسماء والكنى، شمس الدين، زين الدين، ثم لماذا يريد الدخول علينا؟ آذن له يا مولاي وانظر ماذا يريد. اذهب ونادي يا حماد، ولكن اسمع، إذا كان يريد المدح والثناء فاصرف، أعطيه 10 دنانير وليذهب. كما تأمر يا مولاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي قدر لي أن أرى وجهكم المبارك. هل جئت لترى وجهي يا هذا؟ إنها نعمة من الله أن يقع بصري على هذا الوجه. أعطيه 10 دنانير ولينصرف. ما أود قوله خطير أيها الأمير، وقد قدمت له بالمدح والثناء. وما خطورة ما تود قوله يا شمس؟ يا مولاي شمس، أنا أعلم يا مولاي أنكم في حيرة من أمر مقتل رئيس الحرس الهاشمي. وهل عندك ما يدفع هذه الحيرة بخبر صادق أو يقين معلوم؟ أستطيع أن أدفع بعض الريب والظنون، وأكشف عن ما لم يخطر ببالكم يا مولاي. أوجز يا هذا. لو لم يكن هشام رحمه الله قريبا منكم لما طعن غدرا. إنها أحقاد قديمة يا مولاي. أحقاد قديمة؟ تعني أن بقية من الناس هنا في البصرة تحمل أحقادا علينا؟ لما العجب يا مولاي؟ ألم تكن البصرة لغيركم قبل مجيئكم إليها؟ البصرة فتحت صلحا بلا حرب، وبقيت في النفوس حرب وأحقاد. هذا أمر ليس ببعيد، ولكن يا هذا، كيف أجيز قولك؟ وكيف أقف على صدق دعواك؟ تحر من أمر هؤلاء أو من يواليهم. وكيف أتحرى؟ هل تريدني أن أبث العيون في كل مكان؟ وإذا فعلت، هل تظنني سأجد من قتل هشاما رحمه الله؟ إن كنت تملك غير الشك والظنون فهات، أسمعني، وإلا فانصرف. سأنصرف يا مولاي، وحسبي أني ذكرتك. ونبت
لم أأذن لك بالانصراف. من أنت وما هو عملك؟ أنا من الأبلة يا مولاي، من أهل السوق والصناعة والأسواق كما تعلم، مرتقى الناس وديوان ما يشاع من أقاويل، ونحن نسمع ما لا يصل إلى أذن أمير أو والد. يبدو أنك تريد أن تكون عيناً ورقيباً لنا يا هذا. إن كان يأمرني مولاي أن أفعل فإني طوع أمره. سأنظر في أمرك يا هذا، ولكن فيما بعد، انصرف الآن. هل تعرف هذا المريب يا حماد؟ لما أظن الأمير هذا الظن؟ أنا يا مولاي من أهل الكوفة، وهذا بصري، لقد انصرف على أي حال ولن يعود، لا شيء يدعوه للعودة. اسمه شمس وهو من أهل السوق. تلك أنسام البصرة هبت علينا، ثم طيب ريح بلدنا يا ذؤيب. لا أرى سوى أشباح نخل قد يكون السراب خدعك فيها. ليس بنظر العين أرى يا ذؤيب، إنما بحس القلب الذي لامسته هذه النسمة البصرية. انظر إلى كل بصري وكيف حركه هذا النسيم وألهب شوقه لدنو الدار، فتعرف صدق ما أخبرني به حسي يا ذؤيب. تراني سأعود إلى أهلي ثوبا، فتأتيني من حي بني أسد نسمة تمس قلبي مثلك يا عبد الملك. كل آت قريب وكل غائب يؤوب. هل جاءك ريح البصرة فأيقظ فيك الشوق مثلي يا أبي؟ لا أدري يا ولدي، لا أدري لما يثور الشوق ويقل الصبر حين تدنو الدار. أود أن أعدو الساعة إلى البصرة يا أبي. ستعدو بنا الإبل يا ولدي، لأنها تشم وتحس بقرب الماء والمرعى، فلا تتعجل. ومتى ستسير القافلة يا أبي؟ والدك كان يقول لك تعجل. انظر، التعب جعل القوم ينامون على الرمل. لو أنهم من أهل البصرة لما وجدوا مع الشوق تعبا. لا عليك يا ولدي، لا عليك، إن هي إلا ساعات وتقر عينك برؤية الأهل والدار. ستمسي بين أهلك وأمسي غريبا يا عبد الملك. نحن أهلك ما دمت بيننا، والبصرة دارك ما دمت مقيما فيها. الغربة في النفس ولا إقامة لمن يقيم حنينه حيث هواه وشوقه.